أمي. أهلا أهلا. إزيك يا دانيا؟ هاي ماما. إزيك حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. تعال تعال يا حبيبي تعال. يلا سلموا على تيتا يا ولاد. لا تيتا إيه؟ قولي لي ماما سارة. إيه؟ مستغربة ليه؟ أنت ما كنتيش عارفة إنها متسمية على اسمي؟ يلا يا ولاد يلا خشوا العبوا جوه. أهلي أصلا من اسكندرية، لكن اضطروا يخرجوا من مصر أيام عبد الناصر، خافوا لا يعمل معاهم زي ما عمل هتلر مع اليهود. فضلت اسكندرية وأيام اسكندرية هي الذكرى اللي أمي فضلت عايشة عليها، كان نفسها ترجع لها، لكن للأسف. عشان كده أنا أول ما جات لي فرصة رحت اسكندرية وزرتها حتة حتة، وشفت الميناء اللي خرجوا منها جدك وجدتك. أول ما سابوا اسكندرية سافروا أوروبا بعد ما باعوا كل حاجتهم بربع الثمن، ولما فلوسهم خلصت اضطروا يروحوا إسرائيل، رموهم في كيبوتس يعني مستعمرة أنا اتولدت فيها. المستعمرة دي كانت في الريف، شفنا أيام سودة لأننا سفرتين يعني يهود الشرقيين. أما بالنسبة للأشكيناز يهود أوروبا، فطبعاً أول ما كانوا يوصلوا يدوهم عربيات وبيوت وكانوا يشيلوهم من أرض شيل. بس دلوقتي كل ده تغير، بقى عندنا أبطال زي دانيال بيرفعوا راسنا. أنت مش هتحكي لي على قصة حبك العنيفة مع بابا؟